من بنغازي تنضم إلينا زميلتنا نادين خماج، طالعة عروس ليبيا اليوم. يسعد صباحك نادين. من هون لليبيا لبنغازي. يسعد هالصباح يا سهاب. أنا اليوم أطل عليكم في برنامج صباح العربية من وسط بنغازي في الشرق الليبي. هذا اللباس اللي أنا عم برتديه بسموه لباس شرقاوي بامتياز. طبعاً ليبيا بلد كبير جداً وبلد متنوع، فبالتالي يختلف نوع اللباس، شكله، وحتى أيضاً الطعام واللهجات. الشرقية فطور شرقاوي يعتمدون على الشكشوكة، على العجة، وطبعا لا ننسى الشاي الليبي، هو شاي يعتمد على شاي مع حليب يتم خلطهم معا، ومثل ما انتم شايفين طبعا هو يعني البيض أساسي، عنصر أساسي في الفطور الليبي.